معنا عبر الهاتف رئيس منظمة سام للحقوق والحرية توفيق الحميدي، أهلا وسهلا بك. في البداية، في يوم ضحايا الإخفاء القسري، ما أبرز الجهات التي تمارس الإخفاء القسري في اليمن؟ مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم. في حقيقة الأمر باعتقاد أن جميع أطراف الصراع في اليمن تمارس عملية الإخفاء القسري بما فيها دول التحالف العربي على رأس دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. نعم. لكن يبقى هنالك اختلاف في نسبة الممارسة، تأتي بحسب تقريرنا الذي صدر اليوم بعنوان الغيبة الطويلة، تأتي جماعة الحوثي في مقدمة المنتهكين، ثم إليها المجلس الانتقالي، ثم تأتي الحكومة الشرعية، ثم قوات الساحل، القوة الوطنية في الساحل الغربي التابعة لطارق صالح. هل هناك دور للجهات الحقوقية الدولية في الملف اليمني أستاذ توفيق؟ طبعا هنالك أكثر من تقرير صدر في هذا الجانب، وكثير من المنظمات تحدثت وكشفت حجم الانتهاكات المتعلقة بالإخفاء القسري، إضافة إلى تقارير لجان التحقيق الدولية سواء التابعة لمجلس حقوق الإنسان أو التابعة لمجلس الأمن. ولولا الجهود التي تبذلها هذه المنظمات ما خرج هذا الملف إلى السطح وأصبح يعني عنوانا دوليا يتم تناوله في الكثير من المحافل الدولية، ويتم الضغط من خلاله على الأطراف للإفراج أو الكشف عن هؤلاء المخفيين. نعم. ما خيارات الضحايا وذويهم لملاحقة مرتكبي الانتهاكات؟ طبعا على المستوى الداخلي ليس هنالك خيارات كثيرة، هي إما الضغط من خلال التشبيك وكشف وتوثيق هذه الانتهاكات، أو الذهاب إلى محاكم ذات ولاية عامة أو دولية، لكن هذا ربما يكون في فترة لاحقة. لكن الآن حاليا هنالك خيارات ضيقة جدا باستثناء الضغط على الحكومة وعلى الأطراف التي تمارس هذه الانتهاكات والتي تتعنت حتى في مجرد الكشف عن أسماء أو قائمة أسماء المنتهكين المخفيين قسرا. نعم، شكرا جزيلا توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.